أنا عشت حياتي كلها قلبي بيدق باسم أنو، وهي الست الوحيدة اللي مستحوزة على قلبي. آه مش بس أنو هي اللي في قلبي، لكن أنو ما ينفعش تعمل معايا كده. ما قدرتش كل اللي عملته عشانها ولا حبي ليها. أنا فعلاً أخدت صدمة كبيرة قوي. آه يا قلبي. أنا فاهم ومقدر اللي بتمر بيه وحاسس بيه كمان. والإحساس ده جالك منين؟ لأنك شخص فاشل زي، والدنيا دي ما فيهاش مكان للفشل اللي زينا، يبقى مراتاتنا يحترمونا ازاي بقى؟ مالك يا تيواري، ايه اللي مزعلك؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، في حد بيخدعني وانا مش مصدق. ومين بقى اللي بيخدعك؟ انجور يا بابا هوتي. انجوري بتخدعك؟ انت متاكد من اللي بتقوله؟ اه. اللي بتعمله أنيتا ده من تأثير أنجوري عليها. أنيتا عاوزة اهتمام وتغيير جو، وأنجوري هي كمان عايزة نفس الحاجة. وأنجوري ليه تعمل كده؟ ما أنا موجود. ممكن أغير لها جو. إيه؟ كنت بقول إن أنجوري ممكن تخرج تغير جو وتتمشى. إيه اللي أنت عمال تقوله ده؟ شكلك كده مش فاهم أي حاجة كالعادة. تقصد إيه لما قلت أنجوري عايزة تغير جو وإنت ممكن تغير لها الجو ده؟ إيه اللي قلته غلط؟ لو أنجوري عايزة تغير جو لازم تخرج شوية عادي، هي فين المشكلة؟ يعني ده كان قصدك فعلاً مش أي حاجة تاني؟ أكيد يعني، أمال هيكون قصدي إيه بقى؟ معلش، حقك عليا يا بابا هوتي، إنت حبيبي وصديقي. خلاص اقعد بقى. بس أعمل إيه؟ عمري ما تخيلت إن أنجوري تعمل كده. ولا أنا كمان أتخيل أنيتا كده. ومتضايق جدا من اللي عملته أنيتا. مش عارف تسيطر على مراتك ومتضايق من مراتي؟ احترم نفسك لرد عليك رد يزعلك. يا ريت قبل ما تقول الكلام ده تبقى تقوله لنفسك أنت. إيه؟ أنت ما بتخليش بالك من أنجوري. أوعى تقولي الكلام ده تاني واسكت خالص. بتتكلم وكأنك عامل اللي عليك مع أنيتا. يمكن ما كنتش عامل اللي عليا مع أنيتا. بس عارف هعمل ايه، وهعمله قريب قوي هتشوف. انا ما برفض لهاش طلب. انت كل اللي عملته انك خليت انجوري مراتك تابعه ليك وخلاص. وليه ما تبقاش تابعه ليا؟ ما هي مراتي وانا جوزها، ايه المشكله يعني؟ مفيش فايده فيك. احترم نفسك، مالكش دعوه انت بيا خالص. ولو يا تواري يا فبوتي، بتعملوا ايه؟ الوقت متاخر. قاعدين بنتكلم على خيبتنا. الحكايه شكلكوا كده متضايقين. عندنا مشاكل كبيره قوي. قول لي بقى يا دكتور، إيه؟ المفروض الواحد يعمل ايه لما يكون حاسس انه متعصب قوي؟ لا يعتمد على درجة العصبية اللي هو حاسس بيها في الوقت ده. تخيل ان مراتك ممكن تكون بتخدعك. ساعتها بقى هتتعصب ولا لا؟ اولا ده لا يمكن يحصل، لكن لو حصل هدور على كبش فدا، اطلع فيه غيظي كله واضرب فيه في كل حتة وفش غل فيه. وانتوا كمان اعملوا كده زي، عاوزكوا تدوروا على اللي يخليكوا تفشوا غلكم. وده ليه مستين، اولا هتهدوا، ثانيا هتطلعوا الغضب اللي جواكم.